السلام عليكم، نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون، وهذا البرنامج يهدف إلى توثيق سير علماء الأمة، وكل من قدم إضافة أو جدد لهذا الدين في هذا الزمان، ولذلك نحن سافرنا وتنقلنا من أجل أن نتعرف على هؤلاء النجوم اللي فيهم الأمة تنهض، وفيهم الأمة ترجع إلى ريادتها وإلى عز حضارتها. ولذلك نأمل حقيقة أن مثل هذه اللقاءات تعجبكم وتستنيرون بهذه الأفكار من نخبة من المثقفين والمفكرين والعلماء وكل على حسب تخصصه منهم في الشريعة ومنهم في اللغة ومنهم في الأدب ومنهم في التاريخ والجغرافيا ومنهم في العلوم ومنهم بالتكنولوجيا كل له إضافة وكل له بصمة ولكن عندنا عدة شروط حتى نقابل الشخصية منها أن يكون عمره تجاوز الخمسين سنة ومنها ان تكون الاضافه او التجديد الذي احدث في خدمه الاسلام والمسلمين، على كل حال نتمنى ان ينال هذا البرنامج على اعجابكم وان تتعرفوا على هذه الشخصيات، واذا عندكم اسماء ترشحونها لنا فنحن على اتم استعداد للتعرف عليها ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى كل خير. السلام عليكم نرحب فيكم مع برنامج علماء مبدعون وهذا البرنامج يهدف الى توثيق سير علماء الامه وكل من قدم اضافه او جدد لهذا الدين في هذا الزمان ونلتقي اليوم مع الاستاذ سيد دسوقي حسن وهو استاذ هندسه الطيران والفضاء والمفكر الاسلامي المعروف والدكتور سيد له عده مؤلفات منها مقدمات في البعث الحضاري وكذلك مقدمات جديده في مشاريع البعث الحضاري والتفسير الحضاري للقرآن الكريم وهي عباره عن ثلاث رسائل الاولى دراسه قرآنيه في فقه التجديد الحضاري وكذلك تأملات في التفسير الحضاري للقرآن الكريم ونظرات حضاريه في القرآن نرحب فيك دكتور سيد فأهلا وسهلا فيك حياك الله نحن دائما في الحلقة الأولى نتحاور مع الضيف الكريم حول حديث الذكريات ونتعرف على يعني البلد اللي نشأ فيها وتاريخ الميلاد وطريقة تربيته من الصغر حتى أصبح يعني متميز ومن أهل الإبداع وأصحاب الإضافة فتعرفنا بذلك تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم نشأت في إحدى القرى التي كانت تابعة لمحافظة القليوبية. من قبل ولكنها اليوم من ضواحي القاهره قريه اسمها المرج نعم واستطيع ان اميز البيئه التي كنت اعيش فيها من ناحيه التنمويه او من ناحيه العلميه او من ناحيه الدينيه فالبيئه في قريتي كانت يعني كالبيئه في عهد نوح يعني اذا صحت ان تقول نعم. انه لم يتغير شيء في هذه القريه منذ عشرات الالاف من السنين نعم. آه وهي بيئه تنمويه مكتفيه بذاتها نعم. آه الناس يصنعون طعامهم ويزرعون ارضهم وينسجون ثيابهم آه وتكاد تكون مكتفيه عن المدينه تماما نعم. آه صلتها بالدوله وهنا كخيط العنكبوت إلا من بعض الأشياء البسيطة فالقضاء فيها قضاء عرفي لا يكاد يذهب أحد إلى المحكمة تجمع المواليد كل يعني عدة شهور ويذهب بهم حلاق الصحة ليسجل أسماء أنا هناك فإذا قلت لك أنا مواليد 17 أكتوبر 17 نوفمبر 37 فلا أدري إن كان ذلك حقا باطلا، <applause> آه المهم ان والدتي قالت لي انك ولدت ليله آه النصف من شعبان، هي تذكر هذا. آه يؤرخون بال 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 بالمناسبات. نعم. والقريه كده كده كقريه آه الحقيقه كانت هي اسمها المرج وهي كانت مرج. آه مروج خضراء وحدائق غناء وكنت اتمتع في طفولتي بهذا الجو الجميل فيعني فيها في ناكل الفاكهه التي نزرع. نعم. كانت يعني بيئه طبيعيه. بيئه طبيعيه تماما. يعني يعني كانها على الفطره. كانها على الفطره، كانها كنت اسميه العهد النوحي، كانها من عهد سيدنا نوح عليه السلام. ولذا اقول لبعض اصدقائنا إن يعني يعني ان ان عهد النبوه الاول نستطيع ان نصف ما كان فيه. كما كنا نعيشه تماما لانه الناس تعيش بهذه البساطه المذهله. نعم. آه فالبيئه بيئه آه اهم ما فيها انني آه كنت منتجا ايضا وانا صبي صغير. نعم. آه اصنع الجبنه مع عماتي وخالاتي نصنع الزبده آه نذهب الى الحقل. والدي كان يعمل بالزراعه ويعمل ايضا بصناعه الاحذيه، كان عنده ورشه لصناعه الاحذيه وتعلمت الاثنتين في الورشه في صناعه الاحذيه وفي الحقل كنا ايضا نزرع ارضنا ويعني كانت ايام منتجه للغايه وكانت ليس هناك معنى لاسم الطالب طالب متفرغ لل نعم اعود من المدرسه حتى اشتغل بعمل اهلي اذا معناتها البيئه العلميه ما كانت متوفره عندك في البيت البيئه العلميه غير متوفره البلد كلها فيها واحد او اثنين من خريج الازهر نعم وواحد او اثنين تخرجوا من الجامعه لا ادري كيف يعني نعم. يعني وبقيه الناس يعملون في الزراعه او نعم. في الصناعه ولم يكن هناك يعني معنى معنى بيئه علميه بالمعنى الصحيح حدث ان والدي رحمه الله عليه لا ادري لعله لشيء خاص به لان والده رحمه الله عليه كان يوصي ان يذهب به الى الازهر ولكنه توفي قبل ان يذهب نعم. فظلت هذه عنده يعني يعني كانها امي كانه امي نعم. ولكن كان عنده رغبه كان يقرا ويكتب ويقرا القران القران ولكن لم يذهب الى مدرسه الا ما يسمى كتيب القريه نعم. والكتاتيب كانت تعتبر مدارس اوليه تنشئ ينشئ خاصة في نعم. داخل القرية، وأهم ما فيها أنها بيئة منتجة، العلم فيها قليل، آه لم يكن عندنا في القرية إلا راديو واحد نعم. آه على قهوة اسمها قهوة عفيفي <applause> والتليفونات لا اذكر انه لم تكن في طفولتي هناك تليفونات في طيب الان دكتور يعني التميز اللي الله عز وجل اكرمك في سواء في ابحاثك مقالاتك وانت الان استاذ هندسه الطيران والفضاء وكذلك في الفكر الاسلامي لك مساهمات جميله طيب هذه النقله يعني <applause> كيف حصل هذه النقله اقول لك يعني الحقيقه انني أه كنت اريد ان اقول ان والدي رحمه الله عليه جاء واحد الناس قال له لماذا لا ترسل ابنك سيد للمدارس الابتدائيه؟ كنت قد حفظت ثلث القران. نعم. ف فكنت في سن الثامنه الثامنه فتقدمت الى مدرسه في الزيتون اسمها مدرسه الجامعه الاسلاميه و... وذهبت الى هذه المدرسه وبقيت فيها اربع سنوات. نعم. واخذت ما شهد في تلك الايام كانت تسمى الابتدائيه. نعم. ثم اكملت لانني كنت العائله يعني انا منتج ايضا في البيت وفي الحقل وفي ورشه والدي فانا يعني لم سواء بقيت او سواء ذهبت كنت منتجا فذهبت الى المرحله الثانويه وفي المرحله الثانويه يعني بدات كانت في قريتنا بيئه سياسيه غريبه كنا وفديين كان يعني دون ان نكون حزب حزب الوفد ثم تحولنا في عام 50 اصبحت حركه الاخوان المسلمين هي التي سادت في قريتنا وانضممت اليها طبعا نعم. وكان تكوين الثقافي الحقيقه تاثر كثيرا بهذه الحركه في تلك الفتره لانها كان طبعا التكوين الثقافي كنا نقرا ما كان يرسلونه يرسلونه من رسائل وكنا ايضا يحثوننا ان نقرا العقاد وغيره وكانوا يعدون لنا مسابقات ندخل فيها وكانت تاتينا مجله اسمها المسلمون كان يحررها الدكتور سعيد رمضان وكنا وكانت هذه المجله يعني استطيع تقول اول احتكاك او او اول شراره للتفسير الحضاري القرآن الكريم بدات من حادثه مع هذه المجله نعم ارويها نعم. فيما بعد لكن آه ظللت آه الى ان اخذت آه كانت هناك شهاده اسمها شهاده الثقافه العامه نعم شهاده الثقافه العامه دي انا لم اكن في انا كنت في السنه الثالثه ثانوي والثقافه العامه دي سنة الرابعه نعم. فقال لي صديق لماذا لا تقفز سنه؟ قلت اقفز سنه كيف؟ قال تمتحن اربع سنوات معا وبذلك توفر سنه فعلت ذلك وذهبت إلى وه وهذه يعني هناك تغيير في حياتي نتيجة هذا الإجراء <applause> أنني لما قفزت هذه السنة ذهبت أقدم في نفس المدرسة لألتحق بالسنة الخامسة الثانوي الناظر قال لي يعني نقبلك ولكن على أن تدخل قسم الرياضة <applause> قلت وأنا لا أحب الرياضة يعني قال لي انت الاول دائما واسمك في لوحه الشرف عندي الرياضه اللي هي الالعاب الرياضيه لا لا الرياضه اللي هي الماثيماتيك يعني اه الرياضيات آه. فقلت انا لست انا صحيح يعني الاول في العلوم والرياضه ولكن ولكنني لا اريد ان اذهب الى قال لي ماذا تريد ان تكون قلت اريد ان اذهب الى كليه دار العلوم واصبح أنا يعني شاعرا واديبا مثل الاستاذ سيد قطب ومثل الاستاذ حسن البنا وغيرهم من ادباء العظام و... وهذا هو همي في الحياه قال انا خريج دار العلوم ولا اريدك ان تدخل دار العلوم فقلت <applause> يا سيدي ولكنني اريد ذلك قال ولكنك ايضا متفوق في الرياضيات ومتفوق في ال... في العلوم الاخرى ف طبعا كنت تحت الامر نعم، فقبلت فقبلت. آه، في هذا العام عام 53 54 اعتقلت في مظاهره نعم. لمده شهر ونصف ولكنني خرجت والحمد لله وامتحنت وكنا اثنين نجحوا من هذه المدرسه كنت احدهما. نعم. وقالوا قالوا لي انك تستطيع ان تدخل دار اليوم ايضا من قسم الرياضه لا, لا باس عليك. الا ان صديقا لي وكان يعني الحاج محمود يونس الله عليه قال لي لماذا تريد ان تدخل دار قلت له اريد ان اكون اديبا وكذا وكذا وكذا. قال بل نحن نريدك ان تدخل كل الهندسه لتصنع لنا الصواريخ والطائرات. نعم. وانا كما قلت لك من قبل قريتي كانت من عهد نوح. نعم. يعني لا كهرباء ولا اشياء ميكانيكيه. ولا اي نوع من انواع الهندسه. يعني بيوتنا بيوت طينيه عاديه وحياتنا حياه بدائيه للغايه. فانا انتقل. ويبدو هم كانوا يعني يرون فيك ذكاء يعني أو يعني يعني تصوروا هذا تصوروا هذا وانا ذهبت اذا الى كليه الهندسه وانا اضمر في نفسي انني اذا لم تعجبني ساتركها. سأت نعم. ولكن حدث انني طيب الحمد لله اذا معناتها ودخلت هندسه وظللت فيها وتخرجت وكنت الاول على دفعتي وعينت ميدا في كليه هندسه جامعه القاهره نعم وكان ذلك الطريق الى البحث الى الخارج اه وسافرت الى الخارج؟ سافرت الى امريكا عام 61 نعم. وكم مكثت هناك في امريكا؟ آه انا انهيت الدكتوراه وكان ذلك من فضل ربي علي آه وانني جلست في امريكا في 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 انهيت الدكتوراه في اربع سنوات ماجستير نعم. ودكتوراه في نعم. اربع سنوات ذهبت الى جامعه اوهايو ستيت يونيفرستي اخذت الماجستير في سنه و, و... و... وسمستر. ثم ذهبت الى ستانفورد وهي من كبرى الجامعات في غرب امريكا نعم. واخذت الدكتوراه في عامين وكان أه و... و... وامريكا هذه كانت ايضا نقطه تحول بالنسبه لي لان انا انهيت الدكتوراه 65 ولكنني لم اعد الى القاهره الا عام سبعين عملت نعم. في الجامعات وفي الصناعه وظللت هناك وايضا اشتغلت بمحاوله العمل الاسلامي في الولايات المتحده الامريكيه نعم. عندما ذهبنا الى امريكا لم يكن هناك عمل اسلامي بالمعنى الذي تعرفه نعرفه الان كان هناك اليجا محمد نعم اليجا محمد هذا رجل من افارقه الذين كانوا هناك ولا ادري كيف اتصل بالاسلام هو يزعم زعما ان هناك نعم. جاء رجل اسمه فرد محمد يحكي حكايه غريبه كده وكان يصدر مجله اسمها محمد سبيكس محمد يتكلم نعم. والمجله دي كانت كلها خرافات نعم. يعني يتحدث فيها عن ان الرجل الابيض هذا هو الشيطان نعم. اذا وجدت رجلا مثلك ابيض وعيونه زرقاء فهذا شيطان الله <applause> يستر واما الاسود فهو هذا جاد از بلاك والعياذ بالله الله الله اسود يقولون هذا كان عقلتهم مضطربه للغايه وكان يقولون علي ال... محمد يقول للسود هؤلاء انتم العنصر الامثل يعني يحارب العنصريه بعنصريه اخرى لكن لتدري يا اخي ياسم ان هذه السناره كانت سناره ربانيه استطاع <applause> هذا الرجل بهذه السناره ما كانش يستطيع يجمع حوله هذا الشتات الافريقي الاسود اللي نعم. حوله الا بهذا النوع من السناره يقول لهم انتم خير من هؤلاء نعم. انتم لا تحتاجون ان يعني تصبحوا معهم في شيء انتم خير منهم إن, ان الههم كذا وان كذا وان كذا فتجمع حوله السود نعم. وتجمع حوله رجل عبقري هو مالكوم اكس مالكوم اكس كان هو الشخصية البارزة جدا حول آآ محمد آآ علي جمع علي محمد اكتشفنا هذا احنا بدأنا نعمل عمل اسلامي بسيط طلاب نعم. لغتنا تعبانة نعم. ويعني مجرد احنا كنا نجمع انفسنا بطريقة او باخرى و... وهذا كله في الخمسة سنوات في الاربع في الخمس سنوات دي نعم, نعم. في الحمد لله رب العالمين اتصلنا بمالكوم اكس وكان عن طريق اخ عشان نتصل بيه لابد ان نجد من بيننا اخا اسودا <تصفيق> <تصفيق> لانه لا يدخل مساجدهم الا السود نعم فكان معنا اخ اسمه احمد صديق عثمان من السودان نعم وكان يدرس في هارفرد اقتصاد فارسلناه الى الى مسجد في بوسطن اخت مالكوم اكس كانت هناك نعم وبدا الاتصال كان هناك مركز إسلامي يعني ما هو هدفكم من هذا الاتصال هدفنا ستعرف تعرف الآن نعم. أه الـ الـ الحقيقة قلنا هذه الشخصية ذكية جدا لو ربنا أكرمها بإيمان حقيقي وبتحول حقيقي للإسلام سوف يكون هناك خير كبير جدا للإسلام في أمريكا ممكن هو, يأثر هو يؤثر لأنه نعم. عبقري نعم. أنا ما زال عندي شريط من شرائطه المزاعة عبقري في الدعوة نعم. فمالكوم إكس اتصلنا به واتصلنا في نفس الوقت بالدكتور سعيد رمضان في جنيف وقلنا له هل تستطيع ان تهيئ لنا رحله لهذا الرجل الى الحج؟ لا. فاتصل بعزام باشا عبد الرحمن باشا عزام وكان صهر الملك فيصل لا. واتصلوا بالملك فيصل وهيأ الملك فيصل ل اكس رحله الحج الذي كت... عاد بعدها يقول ذهبت الى الحج وكنت اكره البيض واكره الشعر الاصفر الاشقر واكره العيون الزرق الان يعني اي لاف ذا وايتست اوف ذا وايت احب الأبي ابيض البياض واحب لا. الزبلوس اوف ذا احب ازرق الزرق في العيون لا. وتحول تحولا خطيرا اذا كان الحج اذا فرصه عظيمه لمالكم اكس لهذا التحول طيب وهذا التحول بعد ذلك هو اثر على من معه بدا يؤثر لا. جدا ولذا قتلوه يعني أعتقد مم. من قتله كمن قتل كيندي لا ندري مم. ولكن مالكوم إكس بعد أن تحول اصبح شخصيه عظيمه وذكر هذا على نعم. في مذكراته التي نشرها في اللايف تايم وذكر اسم احمد عثمان نعم. بعثمان احمد نعم. يعني هو ما شاء الله يعني حديث ذكرياتك دكتور نعم. لا شك انه هو ملفاته كثيره نعم. واوراقه اكثر لكن دعنا الان نرجع مره اخرى الى شخصيه الدكتور سيد مره اخرى يعني انا من ضمن قراءتي للكتب نعم. لحضرتك لاحظت في يعني في طريقتك للتفكير طريقه غير عاديه يعني هل لانه تخصصك هندسه وفضاء وبالتالي لما دخلت في الفكر الاسلامي والنظره لروح الاسلام بدات تفكر من هذه الزاويه أه يعني حتى لغه الارقام يعني انت لما نعم. تحسب انتاجيه المجتمعات يعني نعم. تستخدم لغه الارقام لغه الرياضيات نعم. وهذه نعم. نادر ما تجدها عند المفكرين عاده نعم. نعم هو طبعا كما يقول ابن خلدون يتاثر الانسان بعمله نعم. يعني وانا تاثرت جدا ولعل الله تبارك وتعالى قادني الى الهندسه نعم. ليس من اجل الهندسه نفسها ولكن ربما لان الـ 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 الهندسه ابن خلدون يقول للعقل كالصابون للثوب يعني وكان يقول ان هو كان هو ضد الفلسفه لا. وتحدث ويتحدث عن تهافت الفلسفه وفساد منتحليها ولكن يقول الهندسه شيء اخر هندسة ترتب العقل ولانك ايضا كل يوم تدخل في مساله جديده ومشكله جديده ولابد ان تحلها خاصه انا اشتغلت بالبحوث انا لم اشتغل مهندس عادي انما اشتغلت آه كاستاذ باحث في الصناعه كا في, المركز في في مراكز البحوث في في الجامعات no. فانا انا بس اريد ان اكمل هذه القصه الخاصه بمالكوم اكس no. آه ان أنا نسيت هذه القصه تماما الى ان آه في يوم من الايام آه اتصل بي في البيت هنا في القاهره في المعادي آه مساعد مخرج آه من امريكا نعم. قال انا مساعد المخرج ذكر اسم المخرج مشهور المخرج بس انا لا احفظ الاسماء الاجنبيه كثيرا نعم. فقال انهم يقومون بعمل فيلم عن حياه مالكوم اكس مم. قلت وما شاني انا قال المخرج ارسلني اليك لان قال انك كنت معاصر معاصر وسبب في عمليه التحول قم انت الذي يعني هندست عمليه التحول ل... قلت انا نسيت هذه القصه قال ولكن نحب ان نزورك و و وتحكي هذه القصه، فجاءني الى البيت وحكيت له الحكايه كما كنت كما اذكرها ولكن خفت ان اكون قد تزيدت هنا او قلت هنا. قلت له ولكن صديق لي سيزورني غدا وكان معنا في هذه القصه أيضا. نعم. هو الدكتور محمد صقر الاستاذ في جامعه في جامعه عمان وهو فلسطيني اردني وهو الان حتى رئيس ايامها يعني كان رئيس الجامعه الاسلاميه في غزه نعم فجاء الدكتور صقر وزارني قلت له احكي الحكايه التي حدثت حدثت فحكاها تماما كما حكيت نعم نعم فالرجل عشان يوريك برضه عقليه الامريكان احيانا يعني يعني قال هل كنتم تفعلون ذلك؟ لانه صدرت لكم اوامر من القياده العليا او التنظيم عالمي للإخوان المسلمين بفعل هذا فضحكنا كنا ولم يكن هناك لا تنظيم عالمي ولا <applause> تنظيم جوكا كنا شباب اسلامي بيعمل في امريكا ولم نكن حزبيين حقيقه في تلك الفتره، صحيح بعضنا كان في الجماعه الاسلاميه، بعضنا كان في الاخوان المسلمين، بعضنا كانت في جماعه التبليغ ولكن في امريكا انصهر كذلك كله في عمل اسلامي موحد. <applause> والمهم الراجل يعني يعني استغرب قال يعني انتم فعلتم ذلك من انفسكم؟ قلنا نعم، <applause> يعني فكره ان المسلم يذهب الى مكان ويهتم بالدعوه فيه وخدمه هذا المكان ويتفاعل ويتفاعل مع هذا المكان أوامر. من غير اوامر <applause> هو دي كانت غريبه جدا للرجل وقال انا الحقيقه مستغرب فحكى له الدكتور صقر حكايه اغرب من الخيال ايضا نعم وكان معه في تلك في هذه الزياره في بيتي الدكتور الدكتور آه سلطان ابو علي وزير الاقتصاد المصري السابق يعني نعم وكانوا الاثنين يدرسوا في هارفارد اقتصاد قال اتعرف كيف تعرفت على هذا الرجل قال كيف؟ قال انا كنت طالب في هارفرد وهذا وهذا جاء يدرس كورس في اللغه الانجليزيه في جامعه بوسطن راته احدى السيدات ال... كانت يابانيه تسكن جار محمد صقر فقالت له انا رايت ناس زيكم يعني كده لابسين تريد <applause> لابسه اشار بزوجته لا. فقال اين هو؟ قالت رايته يصعد من الاندر جلاون من المترو اي مترو المحطه الفوانية فيقول محمد صخ قلت له اخي سلطان هي يا سلطان نذهب نذهب اين؟ قالت لك خارج من المترو هنروح نبحث في المترو الاف الناس يخرجون من المترو آه. قال بس تعال طيب. وذهبنا فلم يجد احد طبعا فقال نسال في هذا البيت نعم وخبط على بيت فخرج السيده هو طبعا ما عرفش اسمي نعم. فقال صديقنا العربي قالت له المصري نعم. <applause> نعم. اسمه اسمه حسن كان نيم يعني اخر نعم نعم اين هو؟ قالت له في المستشفى <applause> وجاءني المستشفى يا سعيان و انا ف... لأ... تعرفت على هذا الرجل بهذه الطريقه وانت تسالينني التنظيم العالمي <تصفيق> 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 طيب, طيب دكتور اذا نرجع مره اخرى معم. يعني ذكرت منذ قليل في كلامك انه اهتمامك في المشروع الكبير اللي هو تفسير الحضاري للقران معم. كانت له قصه نعم. والقصه كانت من مجله المسلمون المسلمون معم. في البدايات انا يعني انا تعودت ان اقرا القران أه كنت كما يقول أه استاذنا العظيم الشاعر محمد إقبال تعلمت منه الكلمة الجملة العظيمة قال لي أبي اقرأ القرآن كأنما ينزل عليك نعم. فأخذناه أخذنا ذلك أن القرآن أقرأه كأنما ينزل علي فأنا الحقيقة كنت أضيق كنت في يعني أقرأ في القرآن فقرأت قصة آه هل اتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منهم نعم. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. وقرات التفسير يعني ازعجني التفسير جدا. نعم. التفسير يتعلق قصه تراثيه تتحدث عن ان سيدنا سليمان آه يجلس في شرفه قصره. فتمر امرأة مليحة أمام قصره نعم. فتقع في قلبه فيسأل من هي م. فقيل إنها زوجة الضابط يوريا فقام بعمل مؤامرة مع قائد الجيش إن يضع يوريا في مقدمة الجيش فيقتل يوريا ويتزوج هذه المرأة وكان روى الحسن البصري الإمام علي كان يجلد من يقول إنه زنى بها قبل أن يتزوجها نعم. يعني كأنهم صدقوا القصة وما بقى, بقى بس إنه أنا قصة. يعني أرعبتني سليمان نبي موسى هذا عمل لا يقوم به شخص عادي فا أولا إنه هي ليست شهوة طارئة وتمر ولكن ده مؤامرة ويقتل الزوج كل هذا يعني وده يعني أغلب الظن في في أن اليهود اخترعوا كثيرا قتلوا أنبيائهم قتل الأنبياء ليس بالسكين ولا وانما قتل الانبياء بقتل سيرتهم العطره وتحويل هذه السيره الى مجموعه نجاسات فهذه نجاسه ما يحكونها سيدنا, سليم سيدنا سليمان سيدنا فانا يعني كنت منزعج جدا من القصه فجاء العدد الشهري لمجله المسلمون كنت مشتركا بها طبعا كنا نشترك وهذا الكلام كان في الستينات 2000 لا 51 52 نعم في 52 52 53 في تلك الفترة نعم آه جاء العالم كنا اشترك انا واكثر من صديق في في المجال اشيل القريشات كثيرة نعم فنشترك ونقراها جميعا يعني نعم فإذا بال بال كان كان يكتب المقدمة الاستاذ حسن هضيب رحمة الله عليه تحت سلسلة كده ان هذا القرآن يهدي للتي أقم ولمحات قرآنية من هنا ومن هناك. وكان هذه اللمحة اللمحة في ذلك الشهر عن هذه القصة أيوة. ولم يذكر شيئا عن القصة التراثية على الأطلاق وإنما قال هو قاضي هو كان رئيس محكمة النقد والإبرام في مصر نعم. فطبعا بروح القاضي بدأ يرى في القصة ملامح قضائية مم. القاضي لا يقضي وهو فزع لأنهم دخلوا على داود ففزع منهم نعم. فما كانش صح يقضي الفزع يستدعي انك لا تفزع القاضي نعم. والدوله يجب ان ينبغي لا تفزع القاضي الناس ما تنصحش ما تفزعوش القاضي فعمليه فزع القاضي ديت ما هو عمليه فزع القاضي ديت ممكن تتم ب 100000 طريقه حته قصه في ما يعني حادثه موجوده وقضيه معروضه والجرائد تكتب عنها نعم ما ده افزاع للقاضي نعم ف وانت اشتغلت قاضي نعم ف, ف... 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 وبعدين تحدث برضه هو على ان القاضي لابد ان هو هو القصه من واحد آه ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه من واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج واتفلسف كمان وان كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخرج فالاستاذ لطيف اخذ من هذا الشيء ال... 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 الملاحظتين الجليلتين دول لكن تفسير الحضاري من وين خرج من هنا؟ انا اخذت انه ان انا انظر الى القران ابحث عن التغيير ايوه ابحث عن ما نسميه في الهندسه الخوارزمات التي تغير الناس في الناس لا يتغيرون في يوم وليله لا. الناس يتغيرون يتغيرون نتيجه قوانين حاكمه نتيجه يعني مجموعه من العمليات الحضاريه التي ينبغي ان تتم وانا يعني لما قرات هذه بدات اشعر ان اداني في نقطه ثانيه الحقيقه كانت لها اكبر اثر في ايضا كنت في تلك الفتره لي صديق اسمه عبد المتعال الجبري كان مدرس ثانوي وانا كنت لسه في ثانوي وعبد المتعال الجبري كان له صديق ايضا عزيز جدا اسمه الدكتور عبّاس كامل الذي عاش عندكم في الكويت فتره نعم الدكتور عبّاس كامل كان مستشار الامير اظن نعم كده فالدكتور عباس كامل كان وزير الاوقاف في مصر الدكتور عبد كامل مثقف جدا وكان عرفني به انا تعرفت هو كان له كتاب اسمه الهدم البناء والهدم في الدعوات كنت حريص ان اذهب واناقشه فيه عرفني به الدكتور عبد العال الجبري عبد الجبري كان يقوم برساله ماجستير اسمها لا ناسخه ولا منسوخه في القران نعم و... وانا فكره النسخ ايضا كانت تزعجني كثيرا لأننا كنا نناقش الناس يريدوا أن... ان ان نعيد الشريعه الى الحياه فيقول لك احدهم اي شريعه ده آية نسخت آية بعد 20 سنة نعم ما بالك نعم. بعد 1400 سنة جايين انت انتسخت كلها من أولها نعم. لأخرها فكنا يعني حتى في, في 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 الحوار الثقافي نشعر أن أن فكرة النسخة هذه تؤذينا نعم. و, و, و ففرحت جدا عندما علمت أن أستاذنا الدكتور نعم. عبد كامل من أنصار هذه النظرية وأنه لا ناسخ ولا وأنه كان مشرف غير رسمي على رسالة الخاصه باخونا عبد اذا اذا من هذه صح التعبير من هذه اللحظات بدات مسيرتك في التفسير الحضاري بس نعم. ما كانت بالقوه نعم. اللي انت فيها اليوم لعل نعم. يعني بعد نعم. الانسان خبراته في الحياه وتجاربه نعم. ونضجه نعم. وكثرة ثقافته لا شك انه نظرته مختلفه نعم. جدا نعم. ولذلك انا ودي بس يعني نعرج لو قليل على الكتب اللي اصدرتها نعم. دكتور نعم. ويا ريت لو تعطينا يعني فكره أنا 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 أو, او قصه عن كل كتاب نعم. على الاقل يعني نعم. الكتاب الاول هو ثغره او ثغره في الطريق المسدود دراسه في البحث الحضاري كتبته الحقيقه وانا في تلك الفتره كنت اعمل مستشارا لوزير التعليم العالي في السعوديه أه الشيخ حسن الشيخ رحمة الله عليه نعم. وكان معي صديقي وحبيبي الأستاذ الدكتور محمود سفر وكيل للوزارة تلك الفترة نعم. وكان هم العمل الإسلامي وكثرة الحركات الإسلامية والشتات التي هي فيه وعدم وضوح الرؤية والتخبط في السبعينات نعم. أه يعني الحقيقة أثارنا كثيرا نعم. وكنا نتفكر في كثير من هذه الأمور وكان هذا الكتاب يعتبر نتيجة الحوار لأن كنت هناك عائلتي في القاهرة وأنا هناك فكنت تقريبا يوميا في الصباح وفي المساء مع أخي الدكتور محمود فكنا في حوار دائم في هذا الأمر أيوة فكان هذا الكتاب يعني هو, هو ثمت هذا الحوار نعم ونشره شجعني لم أكن أفكر في كتابة كتاب نعم ولكن شجعني أخي الأستاذ عبد الحليم شقة عليه رحمة الله وظل يلاحقني ويسترجي ويعيد كتابه هذا الشابتر حتى صدر هذا الكتاب الصغير لله. الحمد لله وانا الاحظك يعني انت في الكتابات حقيقه مقل يعني عم. نعم لكن صحيح انه الكتاب صغير لكن معانيه ما في شك انه في الداخل كبيره عم. جدا وامامي الان مقدمات في البعث الحضاري دكتور لو تعطينا فكره عن هذا الكتاب نعم هذا الكتاب نشا لانني كان اخي عبد الله نصيف الدكتور عبد الله نصيف كان يعمل رئيسا لجامعه الملك عبد العزيز no. وكان عهد الي ان افكر له وكنت قد عدت الى القاهره ولكن اعمل استاذ في جامعه القاهره فعهد الي ان افكر في برنامج للتفاعل بين العلم والمجتمع والتكنولوجيا no. وكنت حدثته في ذلك الفترة عن أن بعض الأقسام في الجامعات الغربية سائد وبالـ 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 وبالتكنولوجيا نعم. فهذا الكتاب كان هو المقدمات لدراسات كثيره نعم. انا طبعا لما اشرفت على الدراسات وضحت مقدمة لكل دراسة ايوه وه... فجمعت مقدماتي مم. ولكن الدراسة ضخمة لا أدري ما دفعت بها جامعة الملك عبد العزيز يعني نعم جميل <applause> هذا لعل راح نخصص لها حلقة إن شاء, الله. ان شاء الله طيب مقدمات جديدة كذلك في مشاريع البعث الحضاري هذا مم. كتاب آخر هذا كتاب نشرته نقابة المهندسين المصرية مم. وهو حقيقة امتداد لكتاب لهذا الكتاب الأشياء التي لم نقلها هنا قلناها هنا آه والحقيقه ايضا جمعت فيه شتات بعض الدراسات التي قمت بها وكلفت بها من جهات متعدده نعم. فوضع وضعناها في هذا الكتاب واخذت من كل مجال يعني مجال التعليم نعم. ومجال الصناعه نعم. ومجال يعني ودائما التنمية. نعم التنمية. انا كان بدا اهتمامي بالتنميه ينمو نعم ولان التنميه هذه بلا صاحب للاسف نعم. آه فيمكن انا يعني من اكرمني الله به ان انا درست الهندسه ادتني الفكر التنموي وما ينبغي ان يكون عليه نعم. وتاملت في القران كثيرا ابحث عن نظريه للتنميه جميل. ويمكن تجدها هذا في الكتاب هذا الكتاب نعم طيب دراسه قرانيه في فقه التجدد الحضاري نعم تعطينا قصه هذا هذا الكتاب ايضا آه الحقيقه كنا آه 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 كنا نريد ان نقوم بعمل ندوه عن التجدد الحضاري في نعم. في العالم الاسلامي، كيف نجدد لانه كيف نتجدد؟ كيف نتجدد بالقران وكيف فالحقيقه بدات ادرس الاول التجدد في الفكر الغربي وملامحه وكيف يكون ثم عرجت بعد ذلك الى التجدد كما اراه في وقدمت نظريه في التنميه ونظريه في الشورى نعم. في هذا الكتاب. نعم جميل طيب ندخل الان في التفسير الحضاري يعني نعم. هذا كتاب عنوانه تأملات في التفسير الحضاري للقران الكريم نعم. ولعل هذه هي قضيتك الاولى قضيتي نعم نعم هي تتحرك خضيتي. عليها تفضل هذا الكتاب يعني الحقيقه كنت قد يعني شعرت باحباط في العمل هنا يعني كنت في نقابه المهندسين اغلقوها بعد ان قمنا باعمال مجيده في العمل المهني ايضا وشعرت في الحركه الاسلاميه شعرت انها متوقفه خائفه متردده زائغه البصر فكان في تلك الفتره ذهبت الى اولادي كان معظم اولادي في الولايات المتحده الامريكيه فكانوا في كاليفورنيا فقضيت معهم اربعه شهور كامله او ثلاث شهور كامله وليس معي الا كتاب الله تبارك وتعالى التفسير بتاع مخلوف الصغير وتفسير اسد الانجليزي وبدأت اكتب التأملات التي كانت عندي وربنا اداني الوقت بحيث ان استطعت فعلا ان انجز هذا الكتاب جميل. في تلك الفتره في امريكا ولعل هذا يمكن ملحق له كذلك كتاب اخر نظرات حضاريه في القصص القرآن. نعم هذا جميل. ايضا هو هذا الكتاب يعتبر امتداد لهذا لهذا العمل كان كثير من الاخوه بعد ان قرأوا الكتاب الاول يعني يشجعونني ان اكتب نعم. وانا كنت انتهز الفرصه في رمضان دائما لان يا استاذ منشغل بعمل الهندسي تماما نعم. وليس عندي من الوقت الكثير لهذا ولكن كنت اخصص معظم رمضان وجزء من الصيف في مع حضر نعم. وهذه الايام اكتب ايضا نعم. في نعم. هذا الصيف الحمد لله. الحمد لله طيب دكتور يعني الان ما شاء الله بعد مرور 65 سنه من العمر ولا شك انها هي مليئه بالتجارب والخبرات يعني أنا قرأت من خلال كتبك دائما تشير إلى ضرورة وجود مراكز لدراسات حضارية طيب هل تعتقد أنه مثل هذه المراكز يعني, يعني هي الحل للأزمة التي نعيشها اليوم في هذا السقوط الحضاري وهذا التخلف الذي نعيشه اليوم وغيرنا يعني يسبقنا بمئات الأميال الحضارية نعم أنت في حاجة ما اسميتهم نفر الفقه الحضاري نعم. لأنك لن تستطيع أن تتحرك إلا بعقل واع وبرؤية ثاقبة وبصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة والأسف أن كثيرا من التخبط نتج عن تخبط في الفكر وتخبط في العقل وفساد في الفكر وفساد في العقل نعم. ولذلك قلت النفر الفقه الحضاري دولة يعني ينبغي ان نسعى الى تكوينهم يعني انا اضرب مثلا لولا ان جهه ما ذهبت الى محمد اسد عليه رحمه الله وهو كان يهوديا واسلم نعم. و... 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 وانا اعتقد انه لم يخدم الفكر الاسلامي في العصر الحديث رجل مثل محمد أسد نعم. وهذا الرجل فرغوه ل... لموضوع القران نعم. فظل ذهب الى طنجه واستقر في هناك في المغرب وظل يكتب كتابه في, التف... في ترجمته للقرآن الكريم وأغنانا عن آلاف التفاسير هذا الرجل و... وكتب... اللغة باللغة الانجليزية. الإنجليزية اللغة الإنجليزية ولم أكتب أنا طبعا أست... أستفيد منه ليس من تفسيره هو لا. ولكن من خدمته للمادة لا. ويقول لك اللغوي الفلاني قال كذا لا. والعالم الفلاني قال كذا ويلخص لك ذلك تلخيصا مبينا بحيث تستطيع أن أنا لا أستطيع أن أنقل معي الفقر الرازي بأجزائه لا. ولا سيد قطب بأجزائه ولا ولكن أستطيع أن أنقل هذا الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة فأقول أننا في حاجة إلى وأنا أقول لك أيضا يعني آه ذهبت إلى جامعة ستانفورد سنة 81 ازور استاذ لي اسمه فنسنتي نعم. اصبح عميدا لكليه الهندسه في, في تلك الفتره فوجدته قد ترك الهندسه ترك الهندسه بمعنى آه يعني هو كان يدرس حاجه آه في هندسه الطيران حاجه اسمها جاز داينامكس ديناميكا الغازات لأ وجدته مهتما قال لي حسنا انك جئت اريد ان اسالك اسئله في تاريخكم الاسلامي نعم ألأ وجدته الرجل مهتم لماذا انحدر المسلمون نعم وطبعا آه آه هو كان عارف ان هناك حضاره باسقه وحضاره عظيمه وقاعد يسال لانه برضه هو مهتم بتاريخ العلوم نعم. وانشا قسم اسمه في تي اس فاليو تكنولوجي قيم التفاعل بين القيم الفاليوز والتكنولوجي والتكنولوجيا وسوسايتي المجتمع نعم ويدرسوا فيه بقى الدين يدرسوا فيه المجتمع فقلت له كيف تترك الهندسه وانت كنت على راسها يعني نعم. شخصيه اللي انا يعني عمري الان 58 سنه نعم ماذا بقى لي؟ هعمل مشروع تاني هندسي فانا قررت ان اترك واهتم بهذه القضيه قضيه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع نعم وانا لا انا انا لا اكتمك سرا انا الان احاول ان افعل هذا لا. اريد ان ايه وقد خرجت الحمد لله اكثر من سب... من 70 80 رساله ماجستير ودكتوراه في ال... في جامعه القاهره فيكفيني هذا واريد ان أد... ان ما بقى لي في الدنيا ان انفقه في هذا الاتجاه نعم و... و... إذن اذا اذا معناته المركز الذي الذي المركز دائماً فردي يعني نعم. انا انا اقوم بهذا العمل فرديا يعني بمعنى لكن انا أت... كنا لكن لو انتشرت مثل هذه أطلع. المراكز طبعاً. هل ستحدث نهضه من جديد نعم. في نعم هي التي ت... هي التي توجه الجهد حتى يتبعثر نعم يعني انت لما ت... تذهب بنفس العقل وبنفس نعم. الفكر ويقول هذا المسلم في أمريكا والمسلم في جنوب أفريقيا والمسلم هنا يقول نفس الشيء ويوضبون العلاقات بين بين المسلمين بعضهم بعض وبين المسلمين وغيرهم لكن أنا أحيانا يعني كنت أقرأ في كتبك دكتور كنت أقول أنه إذا كانت الحضارة الغربية يعني احتاجت 400 سنة حتى تقوم فنحن بحاجة إلى 40 سنة حتى نقوم نحن. نحن أقل نحن ندرس من تجربة تجربة تجربة, تجربة الغرب الحضاره الغربيه حضاره يعني التمدن الذي في الحضاره التمدن no. هو اعظم تمدن ظهر في الانسانيه منذ خلق الله ادم حتى اليوم تمدن الهندسه والبناء والطب no. وكذا 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 الحضاره الغربيه لا ينقصها الا الجزء الروحي no. وهذا الجزء الروحي لو ربنا فتح عليهم به هتبقى حضاره يعني انسانيه عظيمه جدا no. احنا الجزء اللي هم, هم, هم طبعا يعوقون نهضتنا <applause> كل لما نحاول يا جماعه الصعيد يعني يقول لك كل لما <applause> كل لما اجي اجف اجع فهم كل لما نيجي نجف يوقعونا فاحنا في حاجه فعلا الى المراكز التي تدرس هذا وتدرس يعني افاق التنميه المختلفه وما انا يعني ان شاء الله في في المستقبل نحدثك عن يعني بعض الافكار حول هذه الامور لانه لا لا يمكن ان يقوم على هذا جهد مبعثر والدوله والدول الاسلاميه للاسف ليست فيها مراكز الفكر التنموي مثلا أو أو التعليم غايته وماذا ينبغي أن يكون عليه؟ no. مفيش. ما فيش ما الذي يضع مخطط التعليم في بلادنا؟ لا أحد. نعم no. ما الذي يضع مخطط التنموي؟ هو يعني وزارات تأتي لتطفئ الحرائق. No. نعم يعني حريقًا اطفو. لكن ليس هناك فكر حقيقي الناس تستطيع أن تستلهمه وتمضي به قدما no. وإنما نحن كل ما عندنا سياسة قام, قام حريق في الشرقية إذا إذا تقصد إنه يعني سياسة ردة فعل آه. وإدارة كوارث إدارة كوارث أكثر من أكثر من تفكير استراتيجي, تفكير استراتيجي على المدى, استراتيجي. على المدى نعم. البعيد نعم. نعم. أضموا أن هذا هو ما هو قائم و... ونحن نحتاج فعلا الى نفر الفقه الحضاري مش بس في ال... في قضايا تفسير القران طيب. ولكن في استلهام ذلك كله طيب لكن اقامه حياه طيبه نعم لكن هل هل احنا عندنا هؤلاء النفر هل هم موجودون الان هم هم مبعثرون نعم هم... هم اذا اذا نحتاج من يجمعهم نحتاج... نحتاج الى هؤلاء الى من يجمعهم وخاصه انا لما جيت مصر مثلا ربنا اكرمني ببعض الشباب الصغير مش صغير أو يعني خاصه شباب يعني فدول اللي كانوا اللي حولي تاثروا كثيرا بما اقول نعم. ولكن ما ما استطيع ان اجمع جهود ليس عندي شربية. ما احملهم عليه نعم, نعم. <applause> فيتولون و... و... وعيونهم تدمع يعني طيب اذا دكتور نحن الان يعني بهذا الحوار الشيق والممتع معك في اخر دقيقه تحت عنوان حديث الذكريات وهذه المنجزات اللي الله عز وجل اكرمك فيها ماذا تحب ان تقول في اخر دقيقه؟ تفضل دكتور أقول أن هذه الأمة في حاجة أن تحتشد احتشادا حقيقيا لعمليات البناء الحضاري نعم. وأول هذا الاحتشاد هو الفكر الثاقب وأن تنفق على هذا الفكر من وقتها ومن مالها ومما أفاء الله كل ينفق بما أفاء الله نعم. أنا عندي وقت أنفقه هذا عنده مال ينفقه فحيث فعلا وهذه المجموعة وخاصة أن الغرب عنده مجموعات هذه المجموعات قائمه ثينك نعم. تانك اللي هي مجموعات العقول التي تجمع ويطلب منها ان تفكر في موضوع ما. نعم. جميل. عموما نسال الله عز وجل لنا لك التوفيق ان شاء الله دكتور بارك الله فيك على هذا الحوار الممتع ونتواصل معك في حلقات اخرى باذن أخر الله. باذن الله. شكرا شكرا اخي جسم